إن لله وإن إليه راجعون. اليوم السكتة القلبية بالنسبة لي للوداد البيضاوي، اليوم ربما انفجار أو زلزال أو النكبة بالنسبة للوداد البيضاوي. هذه السيادة ديال السي النصيري، هذه هي الحصيلة، هذه هي النتائج، ما نهضرش على شيخ الشيوخ ديال المدربين اللي جا للمغرب اللي سالت المدة ديال الصلاحية ديالو، اللي ما بقى ما يقدر يعطي لا الوداد ولا لأي فريق سواء في المغرب سواء في تونس سواء في أي دولة. جاي شيخ الشيوخ يشيخ في المغرب، يضيع الوقت ويزهى مع راساتو في أحسن الأماكن في المغرب. هاد النتيجة هادي أعطتنا باللي السي النصيري ما بقى عنده ما يزيد، ما عنده ما بقى ما يدير في الوداد، ما بقى عنده ما يعطي للوداد. وأي صحافي كيخبي الواقع والمره واللي ما كيهضرش على النصيري فتا هو كيشارك في هذه الجريمة، هذه الجريمة ديال النصيري اللي كيسير الوداد بالتسيب، التسيير العشوائي الأحادي الديكتاتوري اللي ما بغاش يفهم، اللي ما بغاش يعرف بلي انه فريق الوداد البيضاوي ماشي في ملك النصيري ولا اي واحد، فهو ملك الجماهير الوداديه، ملك التاريخ ديالو، وتا واحد ما كيبقى فيها دائم. مشاو رؤساء، مشاو لاعبين، مشاو مدربين، مشاو مسيرين، كيمشي مسؤول وكيجي مسؤول. والسي النصيري ما بغاش يفهم هذا المصطلح. هذا المشكل الشخصي أثر على الوداد ذهنيا، أثر على الفيستير، أثر على اللاعبين، وما بقى ما يقدر يعطي حتى شي حاجه. السي النصيري خصو يحط السوارت ويمشي يرتاح. هادشي اللي وقع الوداد كارثه عظمى. باش نحيدوا واحد الاطار اللي كان هو مزيان، عادل رمزي كان غادي بالفريق وصل به للنهائيه، وكنجيو كنحيدوه في واحد الظرف وجيز، وكنجيبوا البنزرتي اللي تستغنات عليه الرجاء بحكم انه راجل كبير كهل، يعني خصنا بحال عادل رمزي بحال الركراكي اللي كان جا، يعني واحد الطاقه شابه صغيره طالعه، ماشي افكار قديمه. البنزرتي صافي كان في مهب الريح. ونجيو نشوفوا هذا الشيء كامل اللي وقع الوداد وهو ناتج على المكسب اللي ما خداش التدابير اللازمه باش تكون الوداد في الحله ديالها كما كنا كنشوفوها. وصراحه المكسب هو اللي غيتحمل هذه المسؤوليه، ما نحملوها لا اللاعبين ولا المدربين، المكسب هو اللي غنحملوا هذه المسؤوليه. مع سيمبا ما جاش يخسروا بجوج زيرو ماشي قريب، وقت قريب بزاف 30 وبيتلاخروا على 30 رجولو في دور المجموعات. صاير اخويا شنقول شي غير اصاحبي، شحال 9 سنين دابا ولا شنو؟ لا بينا شي غير اصاحبي صافي حي.